رعى سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الحفل الذي نظمته جمعية البحرين للأطفال ذو الصعوبة في السلوك والتواصل، والذي تم فيه عرض جملة من المواهب والعروض الجميلة التي أداها أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة. لفتة سنوية تحملها سحب اللباقة في تقدير المواهب التي قد يجود بها من فرضت صنوف الإعاقة قوانينها على أجسادهم وعقولهم، ولكن تبقى ناصعة تلك القلوب التي في الصدور وعامرة بالعيش. حفل سيطر عليه الأبطال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لم تفارقهم التحديات وصنعوا من أنفسهم رموزا للثبات وحب الذات رغم إمكانياتهم العقلية المحدودة. أكثر الناس يظنون أن الأطفال ذوي الاحتياجات قد لا تكون عندهم أي مواهب أو يكون عندهم مواهب بس ضعيفة. طبعا ما في طفل ما عنده موهبة، الجميع عندهم مواهب بس في متفاوتة. احنا هنا يدورنا كمركز ان احنا نحاول ننمي القدرات ونطلع المواهب هذه. فاحنا طبعا لما احنا نبني نحتفل بعيد الأم، شيء جميل ان الأم تشوف شنو طفلها شنو يقدر يسوي، على كل واحد على حسب قدرته على حسب اللي يقدر يسوي. احنا عندنا طبعا نحاول كثر ما نقدر ان نسوي انشطه مختلفه، في منها النشاط الغنائي، في منها النشاط الحركات الرقص البسيطه حق الاطفال، في انشطه موسيقيه كلها تتعلق بقدرات الطفل. جهود مجتمعيه يتم مضاعفتها بين الحين والاخر، تنصب نحو دعم النقاط الايجابيه المتمركزه في اجساد براعم بعمر الورد ليعيشوا حياتهم ببساطه وينالوا حقوقهم كافة. فالموهوب منهم دائما ما يكون بحاجة ماسة إلى دفعة قوية من الدعم البيتي والمدرسي ليتمكن فيما بعد من تعميم صورته المشرقة ويثبت للعالم أجمع على أنه شخص غير تقليدي ولديه الكثير مما يقدمه. شكرا لمركز عالية على هالفعالية اللي بتخلينا عن جد نفرح ونعيش الفرحة بمناسبة عيد الأم. بيفرجونا مواهب أطفالنا وبيخلوهم يطلعوا أفضل ما عندهم. شيء طيب يعني أن يكون الولد ينخرط في المجتمع ويكون أنه بس مو مجرد دراسة، هذه الأشياء تنمي عند الولد يعني الاجتماع ويكون يقدر يتجانس مع الأطفال واللعب طبعا، وهذه الأشياء تنمي موهبة الولد. عروض متنوعة وفقرات خاصة ضمتها الاحتفالية السنوية ليؤديها أصحاب المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تغنوا بالأم تعبيرا منهم عن مشاعر المودة والوفاء لهن، فضلا عن أعمال فنية صاغتها الأبدان بجميع حركاتها البريئة لتمتع عيون الحاضرين وتسعد تلك الأفئدة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أحب أرسم. السمع علينا الهوى من مفناء الوجود، هوى دخل الهوى سكني على بلاد. أنا موهوب، عنوان يحمل في طياته المعاني الكثير، مؤازرة ورفق وشد عضد صاحب الحاجة الخاصة ليتمكن من عبور الطرق مهما بلغت شدة المعيقات. اصنع فرحا في قلوبهم واستبشر خيرا في إخراج مواهبهم التي لم تكد لتصبح واقعا جميلا إلا بعدما وجدت حفاوة تلك النفوس التي وثقت بما في جعبتها من طاقات قد تستعجب أنت في حكايتها التي وأدت بين تفاصيلها أي مصطلح للإعاقة مهما كان نوعها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.